الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. انطلاقا من مبدأ حماية المستهلك والمحافظة على السلامة والصحة العامة، تم إنشاء الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكون جهازا مرجعيا متميزا في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتتولى مهمة إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها، إضافة إلى مسؤولية وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار، والعمل على نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق والتوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة. وتقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمهام تتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ومن ذلك إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها، وكذلك إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها. كما تتولى الهيئة مسؤولية منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدل التصدير وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة ومنح علامة الجودة للمنتجات. وسعيا للوصول إلى آفاق أبعد على المستوى العالمي في تطبيق معايير الجودة بمنتجات وخدمات تعكس الواقع الحضاري والتنموي للمملكة، فقد أطلقت الهيئة الرؤية المستقبلية للجودة 2020 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، تهدف إلى أن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان، وأن تكون الجودة في أي منشأة جزءا لا يتجزأ من أهدافها واستراتيجياتها، لتقف المملكة في مصاف الدول الصناعية الكبرى. كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة، حيث تمثل هذه الاستراتيجية خطوة مهمة لتحقيق الرؤية السامية الكريمة للجودة وتأسيس أركان منظومة شاملة للجودة على مستوى المملكة والوصول إلى رؤية موحدة تسهم في النهوض والارتقاء بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية، ورفع مستوى التنافسية للمنتجات والخدمات والأداء بالمملكة العربية السعودية لتكون الخيار الأمثل الذي يحظى بالثقة في مختلف دول العالم. لقد جاءت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيار عالمي للجودة، نابعة من المبادئ السامية لديننا الحنيف الذي يحثنا دائما على إتقان العمل وإجادته. وأيضا تتوافق هذه الرؤية مع التوجهات العالمية الحديثة التي تعد الجودة كأحد الأركان الأساسية للإدارة الحديثة. مميزات الحصول على علامة الجودة: وسيلة علمية وعملية للمستهلك للتمييز بين السلع الجيدة وغير الجيدة ومكافحة الغش التجاري بالأسواق، إكساب المنتج رضا وثقة المستهلك، الإسهام في زيادة المبيعات، بناء أسس تجارية ملائمة تسهل عقد اتفاقيات التصدير البينية مع الدول الخارجية، التطور والتحسين المستمرين للمنتج باتباع أساليب علمية حديثة، تأهيل المنشأة لنيل جوائز الجودة المحلية والدولية، تعزيز سمعة وشهرة المنشأة محليا ودوليا، سهولة دخول السلع من خلال المنافذ الجمركية، سهولة التصدير إلى الخارج، خدمة الاقتصاد الدولي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية
في الأسواق الداخلية والخارجية وزيادة حجم الصادرات السلعية السعودية. وعلى مدى أكثر من 40 عاماً استطاعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار أكثر من 27,000 مواصفة قياسية سعودية، وهو عدد يقارب ما أصدرته منظمات وهيئات التقييس العالمية. كما قامت الهيئة بمنح علامة الجودة لأكثر من 300 مصنع تتوزع مواقعها بين المملكة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والعالمية، إضافة إلى توقيع 15 اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بهدف زيادة التبادل التجاري معها، وبما يعزز جهود حماية المستهلك. وتقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال المختبرات التابعة لها بالمشاركة في دراسة وإبداء الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية السعودية عبر مختبرات متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، منها مختبر المنتجات الكيميائية والبترولية، مختبر المواد العامة، مختبر المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبر المنتجات الميكانيكية والمعدنية، مختبر منتجات الغزل والنسيج، مختبر منتجات التشييد ومواد البناء، مركز الأبحاث والدراسات، مستودع المواد الكيماوية والزجاجيات. وتعمل هذه المختبرات على إجراء الدراسات والأبحاث التي تخدم إدارة المواصفات عند إعداد المواصفات القياسية السعودية، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال الاختبارات للإدارات المختلفة في الهيئة والجهات الخارجية، وإجراء الاختبارات والفحوصات على كافة العينات. وتحتضن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة، التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والإتقان والأداء المتميز ونشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتطوير الأنظمة والإجراءات للمنشآت السعودية لتمكينها من تحقيق قدرة أفضل للمنافسة والتميز في الأسواق المحلية والخارجية. كما تهدف الجائزة إلى التعريف بالتجارب السعودية الرائدة في مجال الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها. وقد حددت أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة عددا من المعايير لمنح الجائزة للفائزين بها، هي القيادة الإدارية، التخطيط الاستراتيجي، الموارد البشرية، الموردون والشركاء، إدارة العمليات، التركيز على المستفيد، التأثير على المجتمع، نتائج الأعمال. ونظرا لتزايد أهمية نشاط الاعتماد في جميع دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعادة تشكيل اللجنة السعودية للاعتماد عام 1428 للهجرة لتضم عددا من الجهات الحكومية. وتعنى هذه اللجنة باقتراح السياسات الخاصة بأنشطة الاعتماد فيما يتوافق مع برنامج الاعتماد، ومنح وتجديد ووقف وسحب وتوسيع وتقليص مجال الاعتماد لكل من جهات منح الشهادات والتفتيش والمختبرات، بالإضافة إلى اقتراح لوائح اعتماد المختبرات والجهات المانحة للشهادات وجهات التفتيش، والعمل على تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد. ويهدف الاعتماد إلى إعطاء المصداقية والثقة وتأكيد الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة
وتسهيل انسياب السلع من وإلى الأسواق العالمية، إضافة إلى رفع مستوى الجودة وحماية المستهلك عن طريق ما يصدر من الجهات المعتمدة من شهادات وتقارير. وفي إطار جهود الهيئة لدعم الحركة التجارية والصناعات المتطورة والتقنية والبحث العلمي، فقد تم إنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة عام 1406 للهجرة، بهدف توحيد الأوزان والمقاييس وربطها بمعايير القياس الوطنية. ويتولى المركز الحفاظ على المعايير الوطنية المرجعية الثانوية والعاملة وصيانتها وتعزيز دقتها، ومعايرة أجهزة ومعايير القياس بأعلى مستوى للدقة للجهات الحكومية والخاصة والدول الأعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يعمل المركز على إعداد ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة، وذلك بالتشاور والتعاون مع الإدارات المختلفة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالمملكة وهيئات التقييس في دول مجلس التعاون، وتقديم الدعم في إصدار الشهادات وعلامة الجودة وخدمات اعتماد المختبرات.